اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه بالتفصيل. النهارده هنتكلم على موديل معين اللي هو في الصوره هنا. هنتعلم ازاي نعمله من اول الباترون. الباترون هيبقى موجود تحت في الصندوق، صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس. هيبقى فيه كذا مقاس مكتوب تحت المقاسات من كام لكام. هنتعلم النهارده ازاي نشفه من الباترون، الورقه اللي معانا اللي احنا المفروض هنطبعها. هنعمل لها، هننزلها من تحت من اللينك اللي موجود تحت، وهنطبعها حسب انتوا هتقدروا تطبعوها على مقاس ايه. لو تقدروا تروحوا المطبعه وتطبعها على المقاس الحقيقي، هنقول لكم ايه المقاس بالظبط، مكتوب تحت برده اللي هو A نود او A زيرو. وهنوفرها بكذا باثنين بمقاسين تانيين، اللي هو المقاسين اللي نقدر نطبعهم في البيت او عند مكتبه المطبعه او مكتبه التصوير العاديه اللي هي بتطبع على الكمبيوتر، يعني اللي هو مقاس الاي 4 والاي 3. بس الاي 4 والاي 3 هتضطروا انكم تلزقوهم في بعض تاني. وهنوري برضو هيبقى في التقطيع موجود عدد الورق الموجود ورقم كل ورقه وشكل مصغر للمفروض الورقه في الاخر تبقى عامله ازاي. هنطبع الباترون. انا معايا الباترون المطبوع، هوريكم ازاي هنشف المقاس اللي احنا عايزينه من الباترون، ازاي نفهم الباترون معمول ازاي. الباترون ان شاء الله هيبقى سهل. وبعد كده هنتعلم بقى ازاي يتحط على القماش، نقصه ازاي، ونقفله ازاي. ده هيبقى يعني زي كده بدايه سريعه للحلقات بتاعتنا. كل حاجه بقى معينه قولوا لنا، عايزين تعرفوا بالظبط ايه اكتر عنها. يعني القماش يتقص ازاي، عايزين نعمل حلقه مجمعه عن ده، عايزين نجمع كل الاسئله ونجاوب عليها. من فضلكم ساعدونا بالتعليقات انكم تقولوا لنا محتاجين ايه بالظبط تعرفوه، وقولوا لنا برده احنا بنعمل كويس ولا وحش. اعملوا لنا اشتراك في القناه او سبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم الفيديوهات اول ما تنزل. وفي جرس جنب زرار الاشتراك او السبسكرايب دوت، بيخلي الفيديو اول ما ينزل تشوفوه علشان لو متابعين سلسله حلقات او حاجه معينه. اعملوا لنا شير وسط اصحابكم، اعملوا شير للفيديو على الفيسبوك او على تويتر او اي موقع تواصل اجتماعي، لان ده هيساعدنا ننتشر. الباترون احنا بنشتغل منه، لان ده هيتطبق بعد كده على كل، علشان ده اللي هنكتبه على الورق بعد. يعني لما نيجي نشف الباترونات هنكتب ريجا نموذج رقم واحد عشان ما نتوهش بعد كده. تمام. عندي الناحيه الثانيه هنا، عندي هنا هنا المقاسات، وده زي مفتاح بقى الباترون، مفتاح الخريطة كده زي بتاع الدراسات. عندي مقاس 38 40 42 44 46. دي قطعة رقم 2 مكتوبة بخط كبير، الرقم 2 طالما كبير يبقى ده رقم القطعة. تمام. قط ده، فانا سايبة خط النسيج هتلاقوه موازي لخط منتصف الامام. تمام. احنا لو بصيت كده هلاقي رقبة وحردة باط. طب فين النص التاني؟ النص التاني مش موجود. النص التاني انا طالما عاملة كده يبقى انا عندي النص الاولاني زي النص التاني، فعندي كده حاجة من الاتنين. يا اما انا عاملة لك حاجة بلوزة مفتوحة مثلا ففي مرد، فانا هنا هيبقى في خياطة وساعتها هبقى مفهماك ان هنا في خياطة. يا اما انا عايزاك تعمل الحاجة على متني، فساعتها هقولك لا ده يتقص على متني. وهنشوف في فرشة القماش هنعمل ايه، هيبان بقى الموضوع ده. تمام. فكل اللي عندنا ده نص باترون، مفيش حاجة باترون كاملة، غير بقى لو انا بعد كده فيما بعد عملنا فستان مش متناسق اليمين بتاعه غير الشمال بتاعه، ساعتها هيبقى الباترون كامل. تمام. فانا عندي هنا الرقم الكبير، قلنا رقم القطعة، الخط ده خط اتجاه النسيج. عندي حاجة تانية بقى، شايفين الارقام الصغيرة دي كلها 9 4 3 6 2 8 7. الارقام دي مهمه جدا بقى لحد مبتدئ مش فاهم يعني ايه ده شكل ايه وهجمعه ازاي. مهم جدا الارقام دي. يعني فرضا لو بصينا هنا، ده هنا حرده الباط. تمام. انا عندي هنا الكتف وعندي هنا الجنب تحت الباط، فانا عندي الكتف المفروض يتخيط فين؟ كتف الامام بيتخيط في كتف الخلف، بس انا متلخبطه مش فاهمه الباترون. فادي ابص هنا هلاقي 6 وادي في الامام ده الامام، ابص هنا الاقي 6، فساعتها اعرف ان انا اخيط النقطه دي في النقطه دي. هاجي هنا برضو الباط، هبص هنا الاقي 7، ادي هنا الاقي 7، فخيط ده في ده. تمام. طب والحاجات اللي ملهاش
يعني جزء تاني في الاغلب مش هتبقى موجودة، او يعني بس احنا حاطينها كده بس هنشوف اذا كانت مش موجودة ولا لا. فرضا انا عندي مثلا هنا رقم 9، طب انا الفستان ده عامله على متني رقم 9 ده انا هستفيد بايه؟ رقم 9 ده لو بديت بصيت عند الكورنيشة اللي في الفستان اهو هلاقي رقم 9 اهو، فافهم ان الحتة دي ان رقم ان الحتة دي هتتحط عند منتصف الرقبة في الخلف هنا. ادي هنا عندي رقم 10 تمام اهو عمل فوكس اوكي رقم 10. طب رقم 10 ده يعني هخيطه فين؟ ما ده في الامام، هخيطه فين؟ انا عندي فتحة مش هينفع اخيطه في الامام اللي قدامه، هعمل ايه؟ هاجي هنا بص الاقي اهو رقم 10، فاعرف ان دي الحتة المفتوحة من الكورنيشة لان دي اللي محطوطة في الامام. لو شفنا نرجع تاني لصورة الموديل اللي احنا عاملينه هنلاقي ان في فتحة من الامام. مهم قوي ان انا ابص على الفستان قبل ما ابدا البطرون علشان يعني يبقى في خيالي الشكل عامل ازاي. تمام تمام، نيجي عند اخر حاجة مهمة جدا. عندي هنا الشرط دي، الشرط دي بتعبر عن ايه؟ الشرط دي هي بتبقى بيسموها بالانجلش نوتش او علامة، يعني هي علامة. انا بفهم العلامة دي من ايه؟ العلامة دي بتبقى في نص خط، يعني مش حرف زي ده، تبقى في نص الخط، بتساعدني ان انا اركب قطعتين مع بعض لو القطعتين دول فيهم انحناءات جامدة. بمعنى انا عندي دلوقتي يعني اللي احنا فيه ده كم اهو، ده حردة باط، حردة الباط بتركب فيها ايه؟ بتركب فيها الكم. الكم عندي انا المفروض اركب الحردة دي كلها على الحتة دي كلها. طب انا ركبت دي دبست القطعتين سوا وبعدين حسيت انه انا مش عارف، يعني جيت بدأت مشيت بالمكنة وبعدين لقيته في الاخر اتجمع في حتة، طب انا مش فاهمة اتجمع كده ليه؟ اتجمع في الاغلب لانه القماش مش حاجة، يعني مش حاجة صمت مصمتة، القماش فيه ده نسيج، النسيج ده فيه هواء، فالهواء ده بيخليه يميل يتعوج. احنا الحاجات دي كلها خطوط انحناءات، فبتخلي بنقصها بورب في النسيج، فبالتالي ممكن يبقى النسيج نفسه فيه لكرة، ودي حاجات هنتكلم فيها بعدين، فبيخلي القماش نفسه يتعوج. فالحاجات دي بتساعدني ان انا وانا بركب الحاجة اركبها صح، فما استهونش قوي خالص بيها لانها بتساعد جدا. فانا عندي هنا نوتش او علامة عليها رقم 2، هبص هنا فين العلامة اللي عليها رقم 2 اهو، فاعرف ان دي ناحية من خلف الباترون، ده خلف الكم، ده الباط اهو، ده الكم، ده الخلف، الكم اللي هيتركب في الخلف. واجي هنا ابص الاقي دي واحد، اروح هناك الاقي واحد اهي، فاعرف ان ده الكم اللي هيتركب في الامام. بالمناسبة اغلب الكمام اللي بتترسم، وده يعني ده الطبيعي وده الصح، اغلب الكمام اللي بتترسم الخلف بيبقى على الشمال والامام بيبقى على اليمين، ده للمعلومات بس برضو بتأكد من الارقام دي عشان اعرف بالظبط انا بخيط ازاي. هي دي الخريط، يعني ده الوصف بتاعي اللي انا بمشي عليه. تمام إيه عندي ايه تاني؟ عندي خط النسيج اهو، ده بقى خط النسيج هنا مش دايما الاقيه موازي للجناب لان انا هنا موسع الكم لان الكم فيه كشكشة، لكن في الطبيعي مش بيبقى، هتلاقوا الكم بورب كده وخط النسيج مهم، ففي الكم خط النسيج مهم جدا 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 ان اظبطه، لان لو ما ظبطتوش الكم هيحود مني، مهم قوي قوي قوي. تمام تمام، نيجي عند اخر حاجه عندنا الخط ده خط منقط تمام موجود في نص الباترون. طب انا مش فاهمه هعمل بيه ايه؟ هرجع تاني بص للصورة بتاعتي الاقي ان انا عندي في شكل استك تمام عند الاسورة، فده بالتالي انا حطاه علشان انا اعلم اعرف انا استك بتاعي اتحط فين. اول مقاس اهو 38 عندي الطول ده، وبعدين عندي في مقاسين بيشتركوا في الطول اللي بعده وباقي المقاسات بتشترك في الطول اللي بعده. تمام نيجي لحالة تانية، عندي المربع كبير قوي ده شايفينه، ده نص الفستان من تحت تمام، وده هيبقى فيه كشكشة تمام مع ده، يعني هيتركبوا سوا وهيتكشكشوا سوا، هنعرف ازاي. تمام فبالتالي الحتة دي انا هعملها مرتين، مرة امام ومرة خلف، هما الاتنين نفس المقاس تمام، هعملها مرة امام ومرة خلف وهنشوف ازاي يعني هنركبه. ده الامام
الامام بيبقى فيه البنس عندنا، الظهر اوقات بيبقى فيه بنس، بس احنا المره دي مش هنعمل بنس، ده الخلف. برضو الوصف تابعوا الفيديو عشان تعرفوا بالظبط هنعمل ايه. ده هنا ممكن يبقى فيه خياطة او على متني، برضو هنشرح الوضع بتاعه عامل ازاي واحنا بنشتغل يعني. تمام. بعدين عندنا هنا ده الكم، ده الكم، وعندنا هنا في الكم هنلاقي خطين في اخره اهو، خطين. الخط المنقط ده مش بيبقى القص عليه، وهنقول بالظبط ايه هدفه بعد كده. يعني لو انتوا شفتوا الموديل وليكوا خلفيه شويه هتعرفوا احنا يعني هتعرفوا انا يعني عامله الخط ده ليه، وهنشرح قدام في الفيديو. الحته الكبيره دي جدا ده اسفل الفستان، هنقول برضو هتتقص ازاي. دي. وعندنا اخيرا الحته دي هي الكورنيشه اللي هتتحط، وهنقول برضو هنستخدمها ازاي. انا هنا جبت ورق زبده، انا بجيبه من سوق الورق، بجيبه بكميه، انا معرفش هو كام دلوقتي، بس ده ورق زبده لونه غامق شويه، بس اهم حاجه يكون شفاف. ممكن تجيبوه من اي مكتب. الباترون ده متضاف له سماحات خياطه، فمفيش داعي ان حد بعد كده يزود حاجه. ممكن يعني بالكتير زودوا سنتي على الجوانب، لو عايزين تزودوا سماحات الخياطة تبقى بدل سنتي تبقى 2 سنتي، يعني ده سماحات الخياطة بتاعته سنتي في كل حاجة. عندي هنا الظهر، تمام اهو، بعلم هنا، باخد اول حتة والحتة اللي تحت الكورنر، وبدي هنا بختار انا عندي انهي طول، بختار تاني طول، وبروح هنا ايه مختارة برضو تاني خط. وهنا كل دي حاجات ايه مستقيمة، فبعمل بس الكورنر وبعدين اوصل بالمسطرة. قالي هنا عندي مثلا انا هكتب هنا ده الخلف، وهكتب مقاسي عشان انا لو طبع البتاع ده هيبقى عندي كل المقاسات، فانا عايزة افرض عملت بعد كده مقاس تاني فافصلهم عن بعض، فهكتب هنا مقاس 40. تمام. انا ده اسمه موديل واحد او نموذج واحد، فهكتب نموذج واحد. المعلومات دي مهمة جدا جدا عشان بعد كده لما البطولات بتزيد بتنسوا، يعني بننسى بعد كده بنقعد نقول ايه ده كان ايه ده كان ايه، ودي عن تجربة يعني. تمام. فانا عندي اهو مثبتة الحاجة، لو الورقة مش ثابتة ممكن اثبتها بسوليتيب، انا يعني بحب اثبتها بايدي، بس ممكن ازود وزن او حاجة بحيث ان انا ابقى متأكدة ان انا عاملة الحاجة مظبوط يعني. فهعمل هسيب المستقيم بما اني علمته، واروح عامله ايه الحاجات. سوري انا كده غلطت اهو، ده اول واحد، لا ده انا تاني واحد اهو. تمام. عندي ده، وبعدين هنا تاني واحد، مش عارفه هيبان عندكم ولا لا. بحاول زوم. تمام. برضو لو انتوا كنتوا طبعتوا النموذج هتحاولوا يعني هتفهموا معايا اكتر. كل ما المقاسات في حتت معينه بتضيق قوي عن بعض، يعني الرقبه هنا بتفرق ملي، يعني مش هكتر علشان حد يعني مقاس اكبر من مقاس هكتر 2 سم، لا هو ده التكبير الصح. فكل ما بتقرب بتبقى ملي ملي 2 ملي، اوقات لو اتلخبطنا مش بتبقى مشكله كبيره، اهم حاجه بس ان انا في الحاجات الكبيره دي ما اتلخبطش عشان ما يطلعش حاجه ضيقه او حاجه. عندي شرطه، كل خط جنبي شرطه، والشرط قريبه قوي من بعض، فانا ببص عند ادي اول شرطه، باجي عند تاني شرطه اشوف بدايتها فين وامشي مع نهايتها، ما ببصش عند اولها من ناحيه الخط عشان هتلخبط، اشوف عند اخرها وامشي لحد بدايتها. تمام. انا بعد كده هوصل الحاجات دي المستقيمه مع بعض. ده بعد كده الامام، انا عندي هنا يعني هو بعيد عني، فانا هحاول ابص. انا ساعات بقى في يعني لما بيبقى ببدا بورقه جديده وكده بيبقى عندي حرف الورقه، لما عندي نص الباترون اللي احنا بنشفه ده كله نص الباترون، فلما عندي نص الباترون الصراحه بكسل ان انا اعمل خط مستقيم، اخاف ما يظبطش، فاروح ظابطه حرف الورقه على الخط اللي هو نصف الامام او نصف الخلف. تمام.
انا دلوقتي اهو عندي، لو ركزنا هنا انا جيت اظبط نصف الامام من الورقه، لقيت هنا حته داخله والحته دي فعلا مقصوده، لان احنا هتبقى عامله زي بيسموها بتبقى اسمها بالانجليزي التي هول، يعني حاجه كده شبه فتحه بيضاويه بتبقى ايه، احنا هنعملها في الامام بتاع الفستان بتاعنا. تمام، فانا هاجي عند هنا اروح معلمه الفتحه دي، ولو لاحظنا ان الفتحه دي ثابته في كل المقاسات، تمام، فتمام ما عنديش مشكله. هاجي هنا اعلم عند تاني كتف اهو، واروح معلمه الرقبه بتاعتي. هتلاقي الرقبه هتفضل ثابته 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 لحد ما تيجي عند الكتف وتفرق ال 4 مللي بتوعنا او 3 مللي بتوعنا. بقى عملت الفتحه بتاعتي وعملت الحته دي، عندي كتف ده مستقيم فهعلمه وبعدين ارسمه بمسطره بقى مظبوط لما اشيل الكلب ده، لان كده كده ده خط مستقيم. لو انا عايزه اتاكد بعمل شرطه في نص الخط ده على اساس لما اجي اوصل 3 نقط بيبقى اصبح نوصل 3 نقطتين. اجي هنا عند دي البنس عندي، تمام، اجي اهو تاني خط امشي وراه امشي وراه الاقي تاني نقطه اهي من البنس، اروح معلمه الطرفين بتوع المثلث، بعدين ارجع تاني خط الاقي اهو هنا، بعدين هوريكم ازاي بنوصل الخطوط. ادي اهو اهو تاني واحد برضو باخد الحده دي مظبوطه معايا، واجي هنا الاقي بدايه العلامه بتاعتي اروح معلماها عشان استخدمها في تركيب الكرنب بعد كده. وادي هنا اروح مكمله تعليمه هنا، وادي هنا اروح ايه معلمه